لان احنا اكو مواكب صار لها 100 سنه ومواكب 150 سنه، بس هذا الموكب الحمد لله والشكر قدر بهالخمس سنوات يعني يصير له اسم بجميع الدول، مو بالعراق لا، جميع الدول. فالحمد لله والشكر هاي نعمه، نعمه فضيله. واحنا بس حقيقه يعني احنا اليوم عندنا اليوم اكو شيء بقلوبنا يعني سبحان الله. يعني احنا اليوم 9 و10 خلص محط وراح ثاني سنه كامل. والله العظيم الخدام احنا اخر يوم نقعد هنا عالقين الضوء الاحمر وكل احنا نبكي والله العظيم على وداع محرم، لان محرم عندنا يعني في شيء بقلوبنا حراره من سنه السنه التاليه. يا ابا عبد الله الله يعطيكم العافيه ابويا. نجم دموعه غاليه ولكن هو هاي الحراره والجمره في قلوب المؤمنين عندما يناصرون الامام الحسين بكلمتهم، مو فقط بالدموع، بالكلمه بالصوت.